هي الأولى يعني حقيقة هي دائما تكون أصعب مباريات حتى إذا كانت على مستوى تجمع أو مباراة ذهاب وإياب، وخصوصا هذه التصفيات تختلف عن كل شيء، هذه التصفيات النهائية يعني لا مجال ماكو فريق ضعيف بيها. مباراة عمان لأنه يعني حقيقة من الفرق الجيدة، وخطأان من يقول أنه مباراة هي سهلة، لا أبدا، شفنا فريق في بطولة الخليج لعب بالبصرة مباراتين معانا في بطولة الخليج الافتتاح والاختتام، تلاقينا اثنين مرتين وياهم فريق يلعب كرة قدم حقيقية. الإشكال على سؤالك هو أنه المباراة القادمة راح يكون كساس سحبته للاعبين أو اختيارات اللاعبين عن طريق المباراة الرسمية في الدوري وفي المشاركات اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية. أما الآن أنت تعرف الدوري المحلي هو قلق مشروع جدا، لأنه 15/7 انتهى الدوري العراقي، وجينا الدعوة متأخرة يعني يوم 24 أو 23 سافرنا إلى الدوحة 4 أيام أو 5، أشبه ب كان معسكر اختبار للوضع البدني، لأنه اللاعبين المحليين هم اللي دخلوا معسكر في الدوحة هم اللاعبين المحليين، كون أنه هم ما جايين من دوري من فترة استراحة، فكيف كان الاستعداد؟ وين كان يتمرنون؟ هل هم في جاهزية تامة؟ الرؤية معدومة. يعني مثل ما اتفقنا هو ليش أبعد محمد قاسم وقوقية في هذه الفترة، علما انهم افضل اثنين كانوا بالدوري، لكن بعد انتهاء الدوري هم شهر ما نعرف عن انه شلون كان استعدادهم. لهذا الان الدوريات في كل العالم باديه، اذا الجهوز هي البدنيه للاعبين المحترفين حتى على معسكر